الآن نجي إلى أنه نترجم هذا الكلام اللي تكلمنا عليه بالمحاضرة الأولى بخصوص الـ Turning Moment Diagram. نجي إلى تعريف Fluctuation of Energy اللي هو R the variation of energy above and below the mean resisting torque line. في هذا الشكل هو أيضا هذا طبعا هذا الشكل يمثل لي Turning Moment Diagram اللي هو الـ Y axis مرسوم مع الـ Crank Angle. لاحظوا هذا التورك يصعد وينزل يذبذب خلينا نقول، ونقدر احنا لهذا التردد او التذبذب نقدر نطلع المين تورك اللي هو راح يكون على شكل خط مستقيم، يعني معدل التورك على طول هذه الزوايا زاوية الدوران. الان هو شنو هو الفلكتويشن اوف انرجي؟ الفلكتويشن اوف انرجي معناه انه احنا عندنا مرة تكون الانرجي فوق هذا المين تورك لاين ومرة تكون الانرجي تحت المين تورك لاين، فهذه المساحات هي تمثل فلكتويشن اوف انرجي. الماكسيمم فلكتويشن اوف انرجي هو R the difference between the maximum and minimum energies، هو الفرق بين أعلى وأقل إنرجي حول هذا المين تورك لاين. هسه إذا نجي إلى هذا الشكل، الإنرجي آت A هاي نقطة A راح نعطيها رمز E. أثناء الدوران من A إلى B راح تنضاف لنا إنرجي بهذا المقدار، يعني لما كان في A خلي نقول الانرجي كان مقدارها اي، من تحرك من الزاوية المعينة اللي هي صفر الى زاوية اخرى في نقطة بي انضافت انرجي هنا عندنا، فصارت الانرجي ات بي هي تساوي اي زائدا اي وان، انضافت لها هاي المساحة. بعدين من بي الى سي نفس الانرجي في بي ناقصا هذه المساحة، لذلك يكون ات سي هو اي زائدا اي وان اللي هي في بي ناقصا A2، وبعدين في D الانرجي في C زائدا الـ A3، فيصير عندي E زائدا A1 ناقصا A2 زائد A3 وإلى آخره. فهسه إذا افترضنا أنه طبعا هنا راح نفترض لأنه ما عندنا قيم حقيقية لهذه المساحات، let's now suppose that the greatest of these energies at B هي الأكبر at B and least at E في نقطة E. Therefore maximum energy in flywheel هي E زائدا A1 اللي هي في B، والminimum energy هي E زائدا A1 ناقصا A2 زائد A3 ناقصا A4. إذن maximum fluctuation of energy delta E راح نرمز له هو maximum energy ناقصا minimum energy، وهي maximum هذه ناقصا minimum اللي هي هذه القيمة، وبالنتيجة راح يكون عندي A2 ناقصا A3 زائدا A4. الآن نأخذ مصطلح جديد اللي هو coefficient of fluctuation of energy. It may be defined as شنو هذا ال coefficient of fluctuation of energy؟ إنه ratio of the maximum fluctuation of energy to the work done per cycle. إذن راح نسمي CE اللي هو coefficient of fluctuation of energy هو الماكسيمم فلكتويشن اوف انرجي اللي هسه قبل شويه شفناها مقسمه على الورك دان بير سايكل، والورك دان بير سايكل هو التي مين مضروب في ثيتا. التي مين اللي هو التورك المين تورك، والثيتا هي زاويه الدوران حتى يصير عندنا سايكل كامله. المين تورك ممكن نحصله من الباور، لان في يعني في كثير من الاحيان الباور تعطى او ممكن ان تقاس، فيكون عندي التورك هو يساوي الباور على الاوميجا، والباور هي باور ترانسميتد ان واتس، ان سبيد ان ار بي ام، واوميجا انجلر سبيد ان راديان بير سكند واللي هي تساوي 2 باي ان على 60. وممكن ذا ورك دان بير سايكل مي بي اوبتيند باي بي في 60 على ان راح تكون نمبر اوف وركينج ستروكس بير مينيت، هذه احنا ما راح نتطرق لها بالحقيقة. اذا الـ coefficient of fluctuation of energy هذا اللي تكلمنا عنه هو ينطيني فد مقياس او معيار لمدى التذبذب بالانرجي حول المين تورك، يعني
كل ما هذا الماكسيمم فلكتويشن اوف انرجي صار اكبر، كل ما هو خلينا نقول الحاله سيئه، احنا قدر الامكان ان يعني هذا يقل، وبالنتيجه يقل هذا يعني عفوا كل ما الماكسيمم فلكتويشن اوف انرجي يقل ينطيني كوفيشنت اوف فلكتويشن اوف انرجي اقل، وبالنتيجه هو افضل. هنا في هذا الجدول هسه اللي تشوفوه امامكم هو ينطينا أمثلة ل يعني لمحركات type of engine ممكن يكون بيها نوع عدد سلندر مختلفة، ممكن بيها نوع السلندر مختلف، ونشوف ال coefficient of fluctuation of energy لهم. لاحظوا مثلا إذا كان عندي single cylinder double acting steam engine هي ال C مالتها CE 0.21، لما cross compound steam engine يكون 0.096، لما يكون عندي single cylinder single acting four stroke gas engine يكون 1.93، لما يكون عندي four cylinder single acting four stroke gas engine. لاحظوا هسه هذا الثالث والرابع هما نفس النوع من الانجن، لكن فرق هذا single cylinder يعني سلندر واحد بالمحرك، هذا four cylinders. لاحظوا ايش قد يكون الفرق بين الكوفيشنت من 1.93 الى ان يكون 0.066، يعني يقل بدرجة كبيرة هذا الـ coefficient of fluctuation of energy. يمتى؟ من سوينا زيدنا عدد السلندرز ووزعناهم خلينا نقول بزوايا مختلفة وبالتساوي طبعا. إذا كان عندي 6 سلندر يعني أول شيء single بعدين 4 بعدين 6 سلندر لنفس النوع من الانجن، لاحظوا إيش قد قل الـ coefficient of fluctuation of energy CE. إذا مثل هذه الـ coefficients هي تكون معايير لما ممكن نقدمه للمحرك أو نطور المحرك أو نقدم حلول معينة حتى نقلل من fluctuation of energy، وبالنتيجة معناه نقلل من fluctuation of speed. إذا واحد من الحلول اللي يعني يستخدم لتقليل fluctuation of energy أو coefficient of fluctuation of energy هو أنه نخلي multi cylinder. الآن نجي إلى حل آخر يقلل لي من الفلكتويشن ممكن يكون اوف سبيد اللي هو الفلاي ويل. اذا ما هو الفلاي ويل؟ فلاي ويل يوزد ان ماشين سيرفز از ا ريزرفوار ويتش روتيتس ويتش ستورز انرجي ديورينج ذا بيريود وين ذا سبلاي اوف انرجي از مور ذان ذا ريكويرمنت اند ريليز ات ديورينج ذا بيريود وين ذا ريكويرمنت اوف انرجي از مور ذان ذا سبلاي. الفلاي ويل طبعا هو عجله او ويل، تكون المومنت اوف انيرشيا مالته عاليه، يربط على المحركات في نهايه المحركات. الهدف منه انه يمتص خلينا نقول الانرجي في وقت ما تكون الانرجي المتولده عاليه وينطيها وقت ما تكون الانرجي قليله. ستور انرجي ديورينج ذا بيريد وان ذا سبلاي اوف انرجي از more than the requirement، يعني يخزن الانرجي لما يكون هي اكثر من الحاجة، واللي هي هاي ممكن تكون في الشوط الباور، ويحررها او يطلقها during the period when the requirement of energy is more than the supply، من يكون عندي خلينا نقول الانرجي المطلوبة اعلى من السبلاي فهو ينطيها هذه. اذا يكون دور الفلايويل the flywheel controls the speed variation caused by the fluctuation of engine turning moment during each cycle of operation. هو بالحقيقة عملية امتصاص الانرجي في وقت ما تكون زائدة وتحريرها او اعطائها في وقت اللي يكون لها حاجة، هو هذا اللي يخلي لي fluctuation of speed او variation of speed يقل. الان هسه نحتاج نعرف coefficient آخر، قبل شوي عرفنا coefficient of fluctuation of energy، الآن نعرف coefficient آخر اللي هو coefficient of fluctuation of speed. إذا كان عندي N1 N2 هما maximum and minimum speed in RPM during the cycle، مثل ما اتفقنا تتخيلوا إذا عندي التورك من يكون عالي أكيد بالنتيجة ينطيني يقوم يولد لي سرعة أعلى، وبعدين التورك من يقل راح ينطيني سرعة قليلة، هاي السرعة يعني تزداد وتنقص. إذا ما دام تزداد وتنقص فهناك قيمة ماكسيمم وقيمة مينيمم. فشنو تعريف الكوفيشنت اوف فلكتويشن اوف سبيد؟ هو القيمة الماكس ناقصا القيمة المينيمم على المين.
انجلر سبيد. والمين انجلر سبيد هي N1 زائدا N2 على 2، يعني المعدل مالتهم، وهذا يبقى على حاله. ممكن نكتبه بدلاله هنا بدلاله الاوميجا، وممكن ايضا نكتبهم بدلاله اللينير فيلوسيتي. طبعا هذا the coefficient of fluctuation of speed is a limiting factor in the design of flywheel depending upon the nature of service to which the flywheel is employed. يعني الكوفيشنت هذا CS هسه اللي تكلمنا عنه، هو خلينا نقول هو الفاكتور اللي على اساسه احنا نصمم الفلاي ويل. يعني احنا نقول نريد نصمم فلاي ويل حتى ما مثلا ينطيني CS ما يتجاوز كذا رقم معين، اذا هو الفاكتور خلينا نقول اللي على اساسه احنا نسوي الفلاي ويل. طبعا حسب التطبيق، مثلا التطبيق الفلاني يعني السي اس مالته كافي كذا، او التطبيق الاخر يعني مثلا اذا عندنا مضخه مياه مثلا للسقي تختلف عن ما تكون مثلا سياره او الى اخره. ايضا ملاحظه اخرى، the reciprocal of the coefficient of fluctuation of speed is known as coefficient of steadiness and is denoted by m. هو اكو قد نقدر نسمي مصطلح اخر اللي هو m، اللي هو مقلوب ال cs، يعني واحد على cs. الان نجي الى خلينا نقول نترجم هذا الكلام اللي تكلمنا الى خلينا نقول معادلات رياضيات او الى قيم رياضيه. energy stored in a flywheel، اذا كان عندي الفلاي ويل الماس مالته ان كيلوغرام m، ال k هو radius of gyration. اذا عندي ال k اللي هو radius of gyration و m، فالآي يساوي ام كي سكوير. هسه الان 1 والان 2 عرفناهم، وكذلك الاوميجا 1 والاوميجا 2 اللي هما ماكسيمم اند مينيمم سبيد ديورينج ذا سايكل ان ار بي ام، او اذا كانت عندنا الوحدات ان راديان بير سكند. اذا الان هي المين سبيد ديورينج ذا سايكل ان ار بي ام، واللي هي ان 1 زائدا ان 2 على 2. وممكن الاوميجا هي المين انجلر سبيد ديورينج ذا سايكل ان راديان بير سكند، هي اوميجا 1 زائد اوميجا 2 على 2. والسي اس هذا اللي عرفناه ان 1 ناقصا ان 2 على ان، او اوميجا 1 ناقصا اوميجا 2 على اوميجا. احنا نعرف انه ذا مين كاينتيك انرجي اوف ذا فلاي ويل هي الاي تساوي نصف اي اوميجا سكوير. طبعا اذا تذكرون الكاينتيك انرجي لينير كاينتيك انرجي هي نصف ام في سكوير، والانجلر كاينتيك انرجي هي نصف اي اوميجا سكوير. يعني الام خلينا نقول تستبدل بالاي، والفي لينير تستبدل باوميجا. الاي هو ام كي سكوير بس مجرد تعويض. اذا الدلتا اي هي الماكسيمم كاينتيك انرجي ناقصا المينيمم كاينتيك انرجي، وراح تكون عندي بهاي الصوره نصف اي اوميجا 1 سكوير ناقصا نصف اي اوميجا 2 سكوير. وهنا تبسيط، وهنا عندي الاوميجا 1 زائد اوميجا 2 على 2 ممكن نعتبرها اوميجا. هسه هذه المعادله اذا نضربها ونقسمها في اوميجا، يعني نضربها في اوميجا ونقسمها على اوميجا، راح يكون عندي اي اوميجا سكوير اوميجا 1 ناقصا اوميجا 2 على اوميجا، وهذا المقدار اللي بين القوسين هو بالحقيقه يمثل لي السي اس كوفيشنت اوف فلكتويشن اوف سبيد. اذا الدلتا اي تساوي ام كي سكوير اوميجا سكوير سي اس، او نقدر نكتبها بصيغه اخرى تساوي 2 اي سي اس، لانه احنا نعرف الاي هي نصف اي اوميجا سكوير. واذا نريد نعتبر radius of gyration k may be taken equal to the mean radius of the rim، راح نجي بعدين. فيعني بالفلاي ويل المين radius مالته الار هو ممكن يكون نفس الكي، وبالنتيجه الدلتا اي يساوي ام ار سكوير اوميجا سكوير سي اس، والار سكوير اوميجا سكوير هي بالحقيقه في، لان احنا نعرف انه اللينير فيلوسيتي في هي ار في اوميجا، فهاي راح تصير عندي في سكوير. هذه المعادله واحد اذا ردنا نكتبها بدلاله ان، احنا نعرف انه الاوميجا هي تساوي ان في 2 باي على 60 او 2 باي ان على 60، راح نعوضها بمعادله واحد ونبسط راح تطلع عندي هذه المعادله.